السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله من أجل استعادة حيوية مؤسسات الدولة والتنافس لتقديم الخدمة، تغييرات وإعفاءات حكومية لعدد من المدراء اللي لم تسعفهم مؤشرات الإنجاز طيلة مدة الاختبار. هاي التغييرات حركها رئيس الوزراء بمرونة عالية دون اكتراث للخلفيات السياسية إن وجدت أو من يشد على البقاء في المعايير الحاكمة أساسها المهنية، الجودة، اختيار الأكفياء، فضلاً عن كونها تأتي ضمن برنامج مرسوم. وجبة أولى فلترت الجهاز الإداري مع توقعات بوجبات أخرى قد تصل حد رأس هرم المواقع التنفيذية، المدراء السابقون، وزراء لاحقون. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فمع اعتزام العراق دخول حيز الاستثمار الأمثل للغاز من خلال زيادة الرقعة الاستكشافية الغازية ودخول الرخصة الخامسة حيز التنفيذ والتصويت نحو السادسة، فإن هذه العمليات سوف تكفل الوصول إلى مرحلة الصفر في الحرق الروتيني للغاز المصاحب لإنتاج النفط وتوفير هذه المادة الحيوية، بما يؤمن الاحتياج فضلا عن دور هذه البداية الجديدة في تمكين العراق من زيادة استقلاله في جانب الطاقة وتحقيق تنوع اقتصادي من خلال جمع الغاز المصاحب ومراحل تصنيعه. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا البقاء ويانا متابعة. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور طالب محمد كريم الباحث والأكاديمي. حياك الله دكتور ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك في الاستوديو انضم معنا الأستاذ مؤيد العلي المحلل السياسي. ضيوفا الكرام مساكم الله بالخير. دكتور طالب، نتحدث مع تدشين الحكومة لصفحة جديدة من تغييرات في المدراء العامين كدفعة أولى. هذا الحديث لم يأتي مفاجئا، بل أتى لتقييم أداء من الوزراء إلى الوكلاء وصولا إلى المدراء العامين، ولكن هذا التغيير لما شمل المدراء العامين هل تعتبر بأنها سلمة أولى في بداية جديدة نحو تقييم وتقويم الأداء؟ شكرا لك سيد الكريم، تحياتي لكم ولضيفك الكريم. حياكم. يعني أعتقد بعد 20 سنة هذه المرة الأولى اللي تخضع الوظيفة العامة لتقييم والتقويم، باعتبار أنه يفترض أن تكون هناك متابعة ومراجعة، وهذا طبعا من وظيفة الحكومة ورقابة المالية. ديوان المالية هي أيضا، عفوا، ديوان الرقابة هي أيضا معنية بهذا الأمر بالتقويم والتقييم، وبالتالي هناك مؤشرات وهناك معايير تجمع وترصد، ومن ثم الأداء الجيد يبرز وغير من ذلك يعفى. بالتالي أنه أعتقد أنه من دون الوزير، باعتبار الوزارة هي منصب سياسي، بالتالي وكيل وإلى مدير عام دون هذه المناصب هي كلها تخضع إلى هذه المعايير، وبالمناسبة هذه معايير دولية وتعتبر واحدة من المؤشرات المؤسسات الديمقراطية والشفافية وتقديم المعلومة، كل هذا مرتبطة طبعا بهذا التحرك. أعتقد أن الموضوع هو ساري وسيستمر، وبالتالي هذه صيغة إدارية غير خاضعة للممارسات السياسية، بمعنى أنه هذه الأمور هي أساسا يفترض أن تكون غير معنية ب الكتل والأحزاب السياسية باعتبار شأن إداري بحت.
طيب أستاذ مؤيد جودة الحاوي بحضرتك، ولما يتحدث الدكتور طالب محمد كريم عن تقييم وتقويم الأداء، هنا نحكي عن تطابق تقييم الوزراء واللجنة المشكلة للتقييم، هل راح يعزز رصانة النتائج اللي تمثلت بمخرجات يعني تنسجم بدرجة كبيرة مع هذه القرارات عندما نتحدث عن المدراء العامين، فبالتالي نتحدث عن الوكلاء الوزارات، نتحدث عن الوزراء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد والضيف العزيز وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام. أنا أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة مهمة وتأتي بالاتجاه الصحيح من أجل إصلاح المنظومة التنفيذية التي طالما شابها الخلل والقصور الواضح، تارة ما تكون من خلال اختيار شخصيات غير كفوءة أو أن تكون شخصيات أصلا هي متهمة بالفساد ولا تمتلك لا القدرة الإدارية ولا القدرة الفنية ولا المهنية لأن تتسلم هكذا مناصب مهمة. المعروف أن المدراء العامون والوكلاء هم يعني الأذرع التنفيذية المهمة والأجنحة التي تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بالتخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة على برامجها، سواء كانت في هذه الوزارة وزارة خدمية وأمنية أو أي وزارة أخرى. فعندما يحدث خلل في أي مديرية عامة من خلال وجود خلل في رأس هذه المديرية، بالتالي يؤثر على عمل الوزارة بشكل واضح ويؤثر على عمل كل المنظومة الوزارية، وبالتالي من المفروض أن تكون عمل كل الوزارات في داخل مجلس الوزراء هي بشكل يعني متسلسل ويعني متضامن ويكون العمل تكاملي. في السنوات السابقة يعني لم نشهد هذا التكامل وهذا التضامن وهذا الاستمرار بسبب نوعا ما يعني المحاصصة التي سادت العملية السياسية وتوزيع هذه المناصب. تفضل الضيف الكريم بنقطة مهمة جدا، إن منصب الوزير هو سياسي لكن دون ذلك يجب أن يخضع للمعيار المهنية والكفاءة، لكن للأسف في العراق ولنكون واقعيين حتى على مستوى دون المدراء العامين، مستوى مدراء الأقسام والشعب هي خضعت لعملية المحاصصة والتقاسم بين الكتل السياسية، وهذا الأمر يعني أثر بشكل واضح على طبيعة الأداء وعلى طبيعة التنفيذ يعني الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الوزارات، سواء كانت هذه الوزارات خدمية وأمنية أو أي وزارات أخرى. موضوع التقييم هو مهم جدا، وأعتقد أنه محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بدأ بهذه الخطوة، يعني خطوة مهمة وتكلمنا عنها بأكثر من مرة من خلال برنامجكم الكريم، إن قلنا أن هذه الخطوة هي مهمة جدا وقد لا تكون يعني في بدايتها لا يريد محمد شياع السوداني أن يقصي مدراء عامين أو وكلاء أو وزراء، وبالتالي تكون هناك ضجة سياسية وإعلامية، فكانت يعني إعطاء مهلة من خلال يعني معايير التقييم والتقييم والتقويم التي تقوم بها جهات معينة في داخل يعني الوزارات العراقية، وهذه النتيجة هي نتيجة طبيعية وواضحة جدا. كل من يمتلك يعني حنكة ودراية في الأمور الإدارية والمهنية هناك خلل واضح في العديد من مديريات بل حتى وزارات، وأنا أعتقد أن هذه الخطوة يجب أن تسبق يعني تلحق بخطوات إقالة بعض الوزارات المتلكئة، والأهم من يعني إقالة المدراء والتدوير فيما بين المدراء العامين أن لا أن يكون هناك تعيين بدلاء لهؤلاء المقالين أو المدونين من شخصيات يعني كفوءة ونزيهة من داخل تلك المؤسسات. وأعتقد أن هذا محمد الشيعة السودان طرح هذا الموضوع، والأهم أيضا هو أن لا تخضع يعني اختيار المدراء الجدد وفق إلى المعايير السياسية والتحاصص بين الكتل السياسية، يجب أن تكون الوزارة ورئيس الوزراء يعني أحرار في اختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية، لأن كما أعلن محمد الشيعة السودان رئيس الوزراء أن هذه الحكومة هي حكومة خدمات، فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك خدمات وتقدم للمواطن العراقي بالشكل الصحيح وبجودة عالية وفق المعايير المعتمد عليها دوليا أو محليا من خلال وجود فساد، وهذا الفساد من خلال وجود شخصيات أما هي أصلا تقوم بعمليات الفساد المالي أو هي غير كفوة، قد تكون هي نزيهة من الناحية المالية ولا تقوم بسرقات لكنها هي غير قادرة على إداريا على إدارة ملفات مهمة في وزارات حساسة. دكتور، يعني لما تكون القضية أنه مع رؤية الكثير أن هذه الخطوات تعتبر منجز وبداية صحيحة لإفساح المجال للحكومة، حكومة الخدمة الوطنية بغية تطبيق برنامجها اللي وعدت به بأن راح يكون حكومة خدمات، لكن بالنتيجة الآخر أو الآخر السياسي تحديداً يرى بأنه هذا استهداف شخصي، هذا استهداف سياسي، يعني كيف نقارن بين هاتين الإرادتين؟ السيد الكريم، أولا هذه معايير دولية، يعني بمعنى أنه أولا المنصب يفترض أو صاحب المنصب يخضع لثلاث نقاط، معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة،
وبالتالي هذه جداول موجودة، يعني بمعنى أن هناك يفترض أن تتجاوز سنوات الخدمة لنقطة معينة، يعني أعتقد 10 سنوات فما فوق، بالتالي يفترض أن يكون السيرة الذاتية وأن تكون السمعة مع هناك ملفات فساد على هذا الشخص. كل هذه طبعا احنا باعتبار الآن في مؤسسات الدولة بعنوان موظفين نخضع سنويا لمعايير ونقاط تجمع حتى في سبيل أنه ترفع من رصيدك، وبالتالي هذا كان غير معمول به. إذا ما كان هناك يعني ما من يعارض هذا الأمر ضمنيا، أنا أعتقد نعم ربما قد لا تواجه بأريحية، قد يكون بالإعلام يقولون نحن نمضي مع هذا الموضوع، لكن بالحقيقة طبعا باعتبار أنه لا، القصد مو استهداف بقدر ما يكون أنه قد تكون مناصب محسوبة على جهات معينة قد تذهب، لكن هناك أمر أنا يعني كأني أفكر في هذا الفضاء، ممكن حتى في هذا الموضوع أنه إذا كانت هناك مناصب محسوبة على جهة معينة قدمونا الشخصيات التي هي في هذه المواصفات بهذه المعايير وتخضع للمعايير السنوية، هذا من جانب. من جانب ثاني أنه اليوم طبعا حكومة السيد السوداني هي جاءت، دائما نكرر هذا الكلام، جاءت طبعا وفق مخاض عسير، جاءت وفق مقدمات كثيرة، جاءت من هذه المقدمات كانت الدولة، النظام الدولة في تهديد، بالتالي اليوم الحكومة تريد أن تفعل برنامجها ومنهاجها الحكومي. كيف لها أن تنجح هذه الحكومة أو تحقق نقاط معينة إذا ما جبهت بمعارضة؟ أولا أنا أقول أعتقد أن السيد السوداني يمتلك من الجرأة ومن الشجاعة الذي يمكن أن يصارح به الشعب العراقي والرأي العام. بعد ماكو أنه أكو أشياء تختفي وبالكواليس، من يعارض كل الخطوات التي تعمل على تقوية مؤسسات الدولة وأركان الدولة وخدمة المواطن تعلن هذه الجهة التي تقف أمام هذا الموضوع. وبالتالي النقطة الثانية أنا أعتقد أنه هي حتى هذا الإجراء اللي بدأت به الحكومة هي ستنعكس إيجابا على كل المشاركين بالعملية السياسية، لأن نجاح الحكومة نجاح الكتل السياسية، بالتالي نجاح الحكومة هو إشعار. الآن سنتكلم لك في هذه الأيام هذا الهدوء السياسي، هذا الارتياح النفسي، هذا نشوفه اليوم المواطن العراقي بدأ يستشعر، يتلمس أمل، تعيينات مئات الآلاف سواء كان من الجامعات، من حملة الشهادة العليا اللي كانوا موجودين بالشوارع اليوم هم أساتذة في الجامعات، الرعاية الاجتماعية العدد زاد إلى قريب 700,000 إذا ما يكون أكثر، بالتالي أيضا هناك وعودات أخرى هي تحسين الطاقة الكهربائية، محاسبة ومتابعة المفسدين اللي طبعا يمتصون قوت المواطن العراقي بطريقة أو بأخرى. إذا ما ندعم إحنا كمواطنين هذا الاتجاه وهذا المسير بعد لا لهم أي حكومة أن تأتي، الحكومة هي دائما يفترض أن تكون مدعومة من الشعب العراقي، مدعومة من مجلس النواب، مدعومة من الكتل السياسية. فهذا الكلام ماذا أريد أن أستدل به؟ يعني لا خيار أمامنا إلا أن ككتل سياسية كأحزاب كنخب أن تدعم هذه الحكومة في سبيل أن تنجح نجاح الحكومة، بمعنى أنه بقاء النظام السياسي ونجاح مؤسسات الدولة وشعور المواطن بمواطنته ووجوده في هذا البلد، بعد ما يفكر تفكير آخر، ولا هناك أشياء سلبية ولا هناك نقودات. ما نشوفه اليوم حتى في شوارع بغداد من تعبيد للشوارع، من تبليط للأرصفة، أكو بوادر حسنة. إذن يفترض أنه عندما نرى إيجابيات أن نقول نعم هنا إيجابيات وأن نمدح هذا السلوك وهذا العمل السياسي مثلما ننقد في أماكن وفي أزمنة أخرى. طيب هنا أنا أستاذ مؤيد، لما تكون جهات سياسية تعترض كون هذا الموضوع تعد استهداف سياسي، ما راح نتوقف عند قضية المدراء العامين؟ يعني أقول بدء مساحة المدراء العامين ربما يدق ناقوس الخطر في بقية المناصب، خاصة إذا ما تحدثنا عن محافظين مدراء في دوائرهم، نحن مقبلين على انتخابات مجالس محافظات، فيجب أن تهيئ الأرضية بشكل مناسب كي لا يكون هنالك فساد ولا شبهات فساد، كي تكون الانتخابات تتمتع بدرجة جيدة من النزاهة. سيد الكريم، يعني من أهم مكتسبات هذه الحكومة التي أتت بعد الأزمة السياسية الخانقة التي كانت يعني
تؤدي حتى الوضع الأمني والاجتماعي في العراق إنها استطاعت نوعا ما أن تعيد ثقة المواطن العراقي بالعملية السياسية. هناك كانت فجوة كبيرة جدا بين الشعب العراقي وبين الجماهير وبين العملية السياسية. اليوم هذه الثقة بدأت نوعا ما يعني تسترجع بشكل كبير ومتسارع. يقينا أن شو المعايير لاسترجاع هذه الثقة أستاذ مؤيد من وجهة نظرك؟ أولا الارتياح الكبير اليوم، يعني ليس هناك تذمر شعبي كبير جدا من خلال يعني لهذه الحكومة، من خلال خطوات التعيين، خطوات الجهد الهندسي والفني للدوائر الخدمية، وأيضا حتى الحج الشعبي اشترك فيها. هناك مناطق نائية لم تصلها بلديات محافظة، ليس فقط بغداد إنما حتى محافظات أخرى منذ عشرات السنوات لم تصلها. اليوم هناك جهد خدمي وهناك عمليات تبليط إنارة، توفير لخدمات المدن عديدة. حتى الوضع الأمني اليوم يعني بصراحة أستاذ أحمد، يسا مثلا أنتم قناتكم قريبة على شارع بوناس، يعني الوضع الأمني اليوم وكثافة الجماهير والناس الموجودة مثل قبل سنة وكم شهر، يعني مثل عام 2019 2021 22 في تلك الأزمة السياسية والتظاهرات والاحتجاجات، يقينا اليوم أي شخص يتجول في مناطق بغداد يلاحظ هناك ارتياح يعني كبير جدا من خلال وجود المطاعم، من خلال تواجد الشباب والعوائل في العديد من المرافق الحيوية في بغداد وحتى المحافظات الأخرى. هذا الارتياح نوعا ما يجب أن تفكر الكتل السياسية أنه هو منجز ليس فقط الحكومة إنما لهذه الكتل، لكن هذا إن كانت كل الكتل السياسية مشاركة في العملية السياسية تعمل على أنها تعمل وتمارس العملية السياسية من أجل أولا خدمة الناس، بناء دولة حقيقي، بناء مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح. لكن نكون واقعين، يعني هناك بعض الجهات السياسية هي ما زالت يعني تمارس العملية السياسية من أجل الحصول على مكتسبات معينة، تمارس العملية السياسية من أجل يعني نقولها بصراحة تخريب العملية السياسية. وفعلا هذه التغييرات دقت ناقوس الخطر عند العديد من الكتل السياسية، لأنه بصراحة بعض المناصب كمدراء العامين معروفة تسعيرتها حسب الوزارة. ماذا تقول هذه الوزارة؟ الوزارة ليس فقط منصب الوزير، حتى الوكلاء العامين، المدراء العامين عفوا، وبعض المنافاصل المهمة هي عند بعض الكتل السياسية تباع لجهات معينة، وهذا معروف، وحتى تباع في يعني أماكن ومعينة يعني محافظات معينة. هذا الأمر يعني عندما يتم تغيير مدير عام فبالتالي قد تحدث مشكلة بين هذا المدير العام وتلك الجهة السياسية، وحدثت في الفترات السابقة وتوقع في الفترة السابقة، قد تظهر حقائق من قبل بعض المقالين حول الجهات السياسية وكم دفعوا مبالغ معينة لتلك الجهات السياسية. فبالتالي هذا الأمر يقلق هذه الجهات السياسية التي هي لا تؤمن ببناء مؤسسات الدولة الحقيقية وبناء عملية سياسية وإسناد الحكومة التنفيذية، إنما تعمل من أجل مصالح معينة، ولا نستبعد أن تكون لها أجندات تخريبية تريد أن تشارك في العملية السياسية لكي تعطي صورة غير حقيقية على أنه من يقود الحكومة هي جهة معينة ولا تصلح لقيادة البلد ومحاولة إعادة العراق للمربع الأول وإعادة نظام السياسي إلى ما شكل ما قبل 2003. هذه الأمور موجودة بصراحة. لكن أنا أعتقد أنه اليوم الدعم الكبير الذي تحظى به حكومة محمد الشياع السوداني، الدعم السياسي الكبير، وأيضا طبيعة شخصية محمد الشياع السوداني التي تمتلك مؤهلات مهنية وشخصية قادرة على إدارة هكذا ملفات، إضافة إلى الدعم الشعبي والدعم الإقليمي والدولي. هناك حتى بعض هذه الجهات السياسية التي تشط عن قاعدة يعني قاعدة حماية الدولة أو حماية الحكومة هي اليوم كانت تتلقى دعم من جهات خارجية ودولية. اليوم هذه الجهات هي مشغلة بملفات معينة، مشغلة في إعادة ترتيبها في ظل النظام العالمي الجديد الذي يتشكل وفق معطيات معينة. على هذا الفرض أستاذ مؤيد، دكتور طالب، يعني لما يكون الولاء الحزبي هو الحاكم على هذه المناصب مهما كانت المؤسسة لها تماس مباشر مع مصلحة المواطن أو أداء الوظيفة العامة، ولكن هذا المتغير الجديد، الإقالات، استبعاد هذه الشخصيات عن مناصبها والإيتاء بشخصيات أخرى، هل راح تكفل هذه التغييرات إعادة الحيوية لمؤسسات الدولة؟ والتنافس سيكون على معيار محدد وهو تقديم الخدمة للمواطن؟ لا، وهي طبعا غير كافية. يفترض أن يكون هناك تعاوض، وهناك يفترض أيضا الحكومة تعطي مساحة واسعة لشفافية المعلومة والوصول إلى المعلومة، لا أقصد المعلومة المقيدة السرية، وإنما هذه المعلومات يجب أن تتاح أمام الإعلام وأمام المواطن العراقي. بالتالي يجب أن تكون أيضا تواصل ما بين شرائح المجتمع العراقي ومبال. أضرب لك مثال بسيط على ما قلت، أنه حتى قبل أيام قليلة خرج السيد السوداني بزيارته إلى محطة الكهرباء، وبزيارة بسيطة ربما لم تتجاوز ساعة أو ساعتين غير كثير من الأمور، يعني على الأقل أنه ناقص الخطر وأرعبهم أنه هناك أوراق يجب أن تقدم، مذكرات شهرية بعدد ساعات تجهيز،
وبالتالي هذه أيضا تتابع من خلال لجان معينة تتابع عمل المولدات، لأن باعتبار أنه المواطن هو دائما ضحية لهذا الفساد، وبالتالي أنا أعتقد نسبيا إلى حد ما تغير هذا الموضوع في هذا الشهر، وبالتالي إذا ما كانت هناك متابعة مستمرة وهناك إخلاص بالعمل من اللجان ومن كل المتابعين والدق على هذا الموضوع، أعتقد سننجز نسبة عالية وتتحول إلى ثقافة. بالمناسبة يعني هو الفساد كيف دخل لنا للمجتمع العراقي؟ لأن كانت هناك ثغرات وهناك فراغ بالدولة، الدولة كانت تواجه تحديات معينة، فأصبحت الأولويات مواجهة التحديات. وفي هذه المرحلة هل تبدلت هذه الأولويات دكتور؟ نعم، أولويات الدولة والفراغ الدستوري وصفحات الإرهاب هل تبدلت بعد استقرار الوضع السياسي؟ كانت معايير أخرى حاكمة؟ يعني الحجج طبعا سؤالك بنقلات تاريخية لكن يطول بالمقام، لكن أنا أقول الحجج التي كانت تتعكز عليها ويتعكز عليها المسؤول اليوم انتهت. اليوم استقرار أمني بنسبة عالية جدا، وبالتالي اليوم عندك أنت موازنة قادمة خلال أيام. نعم. توزع هذه الأموال الاستثمارية والتشغيلية، وبالتالي كل يعرف حجمه ويعرف ماذا يعمل. يا سيدي الكريم، يعني هناك أعتقد فواصل مهمة في الدولة العراقية جاءت بعدها وفق نصوص دستورية لكنها لم تقدم شيء للشعب العراقي والمواطن العراقي. مثال على ذلك مجالس المحافظات اللي هي أساسا لازال احنا طبعا هي امام انتخابات قادمه. المحافظين، ما هو عمل المحافظين؟ ليش المحافظ انت تطلع من رئيس الوزراء يطلع يفترض تقوم انت تصرح؟ ما هو واجبك انت عف كرسيك وتابع وتواصل، وانت ابن هذه الحارات وابن هذه الشوارع وتسمع المواطن العراقي وتشوف مشاكله شنو. ليش تنتظر الا على مسؤول يطلع يلا بعدين انت تصير اصداء لهذا الصوت؟ بالتالي يفترض ان نمتلك اراده دوله، ان نكون رجال دوله في الصدر الاول من المقدمة، باعتبار هذا واجب دستوري وواجب وطني. وحتى في سبيل أن نردم هذه الهوة ونزيد من ثقة المواطن، عندما نقدم المنجز الملموس، المنجز الملموس هذا المواطن العراقي اللي قد نشوفه احنا طبعا نوبات يعاني وهو محق بذلك، لأنه تراكمات لعقود من سنين طويلة وهو يصنع الأمل وقدم الغالي والنفيس في سبيل أن يحافظ على الدولة وعلى سيادة الدولة، بالتالي أنه يريد أشياء تبدأ، يعني هو واعي لا يريد بجرة قلم أو ضربة زر أنه تتحول كل الملفات تنتهي، لكن يريد تقدم. مثلا الآن لما شفنا إحنا في الطريق الصحيح بدأنا نتفائل وبدأنا خطابنا بدأ يتغير، وبالتالي أشوف أريحية اجتماعية موجودة. حتى الكتل السياسية بالمناسبة، يعني حتى أي كتلة سياسية، أي شخص سياسي يحاول أن يعرقل لا يستطيع، لأنه الأغلبية اليوم هي كلها متفقة على أنه يجب أن تدعم هذه الحكومة وتنجح في برنامجها ومنهاجها الوزاري. طيب، مصادر تتحدث أستاذ مؤيد عن عدد المديرين العامين اللي راح تتم إقالتهم قد يصل إلى 450 مدير بعد أن كان هذا تم التصويت على إقالتهم، وصل إلى 57 مدير بين أصالة ووكالة. إذن المقبل أيضا ناقوس الخطر لا زال يقرع بشكل أشد. سيد الكريم، يعني ناقوس الخطر يعني بدأ يدخل داخل أروقة هذه الكتل السياسية، الكتل السياسية التي تأوي بعض الفاسدين وتتاجر بالمناصب المهمة في المناصب يعني الحكومة وغيرها. يقينا هناك يعني عدد المدراء العامين في العراق بالآلاف، وبالتالي هناك بعض المدراء العامين يعني ماخذ كأنما ماخذ المديرية طابه منذ سنوات، هو يعني حتى المدة يعني القانونية والكذا هو تجاوزها، وبالتالي بسبب إسناد كتلة سياسية معينة أو إسناد سياسي لشخص معين سياسي، باقين هؤلاء المدراء العامين في العديد من المفاصل مهمة في الدولة العراقية، وبالتالي هم لم يقدموا شيئا لا على مستوى التنفيذ ولا على التخطيط، مجرد يعني يتميزون يعني متنعمين بالمناصب وال الأموال التي تدر عليها تلك المديريات، وخصوصا المديريات التابعة إلى وزارات مهمة. وكل أي شخص موظف في دوائر الدولة يعني يستطيع أن يشخص هذا الأمر بشكل واضح وحقيقي.
اعتقد انه هذه يعني الاعداد التي ظهرت في مؤخرا هي تمثل نسبه قليله جدا من الاسماء والشخصيات والمديريات التي يجب ان تطهر، لانه هذا الخيار هو خيار حتمي ليس امام محمد الشاع السوداني وامام حكومته، الا هذا الخيار عندما اعلن انه حكومه خدمات لكي تقوم بمنهاجها تنفيذ منهاجها الحكومي يجب ان تتخذ خطوات جريئه يعني تتجاوز بها كل الأعراف السياسية والتنفيذية التي كانت سائدة في العراق بعد عام 2003 والتي للأسف لم تبني دولة بشكل مؤسسات دولة بشكل حقيقي ولم تقدم خدمات للمواطن العراقي. لذلك يجب أن تكون خطوات جريئة حتى لو كل المدراء العامين تم إقالتهم أو 90% منهم إقالتهم استبدالهم تدويرهم استبدالهم بشخصيات يعني كفوءة ونزيهة وقادرة على إدارة هذه الملفات الحساسة، هذا خيار حتمي أمام محمد الشاع السوداني ولا يستطيع أن يتنصل عنه. وأعتقد أنه بدأ بخطوة جيدة، قد تكون هذه الخطوة لها ردود أفعال قوية من بعض الكتل السياسية، لكن يجب تجاهل هذه ردود الأفعال وأن يستند محمد الشاع السوداني ليس فقط على القاعدة الشعبية التي اليوم هي في ارتياح تام لهذه الحكومة أو ارتياح بنسبة كبيرة جدا، إنما على القاعدة السياسية الكبيرة التي رشحت محمد الشاع السوداني وتوفر له الدعم السياسي في داخل مجلس النواب، وأيضا أن تعطيه الحرية نوعا ما في اختيار شخصيات بعيدة عن التحزب، إنما شخصيات مهنية ومن يعني يكون هذا الشخص من ابن تلك الوزارة أو ابن تلك المديرية وقادر على أن يكون يعني يتناغم مع البرنامج الحكومي وبرنامج الوزارة ودورها في تنفيذ هذا البرنامج الحكومي. اليوم الشعب العراقي بأمس الخدمات وبأمس الحاجة إلى الخدمات، وعند كما تفضلت أنه اليوم هناك انتخابات مجالس محافظات مقبلة على الكتل السياسية أيضا إن كانت تفكر يعني حتى من باب التفكير بمصلحتها أن تحاول أن تقلل يعني الفجوة التي بينها وبين الجماهير من خلال تقديم خدمات نوعية في مختلف محافظات العراق. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مؤيد العلي المحلل السياسي، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر موفور لحضرتك الدكتور طالب محمد كريم الباحث والأكاديمي. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين استاذ مصطفى اكرم حنتوش الخبير الاقتصادي، حياكم الله استاذ مصطفى، وكذلك ارحب بالسيد محمد هرامي خبير طاقه ينضم معنا عبر سكايب من اربيل، حياك الله سيد هرامي. استاذ مصطفى، على اي الحقول النفطيه راح تتوزع او هذه المشروعات مشروعات استثمار الغاز المصاحب اذا ما تحدثنا عن هذا القطاع المهم؟ نعم، بدايه ارحب حضرتك وارحب بضيفكم مشاهدي قناتكم الاعزاء. الاستثمار في الغاز حقيقة هو العراق من البلدان التي يمتلك الغاز، لكن للأسف لم يتم استثماره بالشكل الصحيح مما سبب فجوة في استهلاك الغاز للعراق واستيراده بكميات كبيرة. الآن الحكومة متوجهة توجها جديا وقامت حقيقة بأخذ بنظر الاعتبار جولات تراخيص جديدة، بعضها مع توتال، بعضها مع شركات عالمية خرجت من روسيا، بعضها عن طريق مؤتمر دافوس. هذه الشركة سوف تعمل على ثلاث محاور. المحور الأول هو الغاز المصاحب، يعني احنا عندنا مصفى كربلاء هذا هو أساسا الشركة الصينية صممته لاستخراج الغاز، هذا ما يحتاجه، لكن عندنا المصافي القديمة، مصفى القيارة، مصفى بيجي عند إعادته، عندنا مصفى الدورة، عندنا مصافي في البصرة، كلها يحتاج لها إعادة، شنو؟ إعادة التكوين مالتها للبرج اللي تتم بعملية التصفية لأجل أن يمتص الغاز المصاحب ويتم عملية حرقه. فهذه المصافي قد تكون العقود على هذه المصافي في الرقم واحد. رقم اثنين، لدينا حقول غاز خالصة، هذا النوع هو أصلا هو تصفية نفط ويخرج من عنده غاز، راح يتم تطوير الحقول، لكن احنا العراق لدينا حقول خالصة مثل حقل عكاز، حقل المنصورية. هذه الحقول هي عبارة عن مدن للغاز،
يعني مثلا حقل عكاز يمتد الى الحدود السوريه العراقيه، هذا حقل من اكبر حقول الشرق الاوسط، فاذا تم عمليه حقيقه الدخول به واستثماره قد يولد الدوله العراقيه ايرادات سنويه بمليارات الدولارات. اعتقد ان الحكومه جديه وبدات بالخطوات الجديه، والوضع العالمي ساعد. شلون استاذ احمد يساعد الوضع العالمي؟ الغاز في روسيا توقف، يعني الان روسيا تصدر ما نسبه 50-60% من غازها. زين العالم محتاجه الغاز، لكن فضل عقوبات على روسيا. زين تعرف حضرتك لما الغاز يتوقف، شركات اللي تنتج شو تسوي؟ تبدي تسحب معداتها، تسحب طاقمها. زين كميه كبيره من الغاز من الشركات المنتجه خرجت من روسيا، وين راح تروح؟ فالان هي تبحث عن بلد اخر للدخول في استثمارات سريعه. موريتانيا اخذت في دافوس 21 مليار دولار استثمارات بالغاز. احنا الى اليوم حقيقه ما زلنا في طور التفاوض، بس ان شاء الله يكون انه باع من هذه الشركات اللي خارجه. وهاي جولات رخيصه استاذ احمد، يعني ما يحتاج مثل جولاتنا سابقا برلمان واستثناء من قانون العمل واستثناء من كل شيء، الله يقبل يشتغل. لا، هذا يقبل يشتغل وتسهيلات بسيطه جدا وارباح اقل كذلك. فاعتقد الفرصه مؤاتيه لاستثمار الغاز، بما انه حقل الطاقه في العالم اصبح به يعني عمليه عدم توازن، هم اكو سوق للغاز وهم اكو منتجين رخيصين. سيد هرام، مجدد الترحاب بحضرتك. هنا نتحدث عن تعزيز عمليات زياده العراق لغاز الطبيعي. شلون راح تعزز هاي العمليات من مكانته واستقلاله في مجال الطاقه؟ بداية تحياتي لمشاهدي قناتكم ولضيفك الكريم لكادر القناة. طبعا بالنسبة لحقول الغاز، هناك نوعين من الحقول، الحقول الغاز الصرف كما تحدث ضيفكم هي عكاز وسيبة وعقل حقل شمشمار، وهناك حقول أخرى متفرقة ولم تستثمر هذه الحقول بشكل جيد. ونوع الثاني هو غاز المصاحب. طبعا احنا دولة مصدرة للنفط ومن الدول المتقدمة بتصدير النفط، اكثر الحقول هناك غاز مصاحب، مع اسف شديد لا يزال لم يستثمر الغاز المصاحب الا جزء جدا قليل، والبقية تحرق. وإحنا ثاني دولة في العالم نحرق الغاز المصاحب يمكن بعد روسيا. طبعا روسيا دولة كبيرة وصادراتها أكبر، بس إحنا ثاني دولة. فقطاع الغاز حقيقة ما يعار لها أهمية كبيرة في كثير من الدول العالم. في الوقت الحاضر هناك تركيز على الغاز وقطاع مختلف تماما عن النفط. ليس هناك، إحنا مثلا لدينا وزارة النفط، في كثير من الدول هناك وزارة الطاقة تهتم بالنفط، تهتم بالغاز وتهتم بالكهرباء، وهذا هو الصحيح. ولكن لدينا الغاز لحد اللي أقدر أقول بضعة سنين الماضية كان مهمل نهائيا. ولكن في الكابينة السيد السوداني بصراحة احنا نتأمل، هناك جولات التراخيص الخامسة اللي أكثرها هي تطوير حقول الغاز بما فيها غاز المصاحب والغاز الحر اللي هو غاز الطبيعي. وطبعا الهدف الأول هو تجهيز المحطات الكهرباء بالغاز، ولكن في الواقع لحد اليوم احنا اكثر الغاز اللي هو نستورده من ايران، يعني هذا هو اللي سنويا يكلفنا ما يساوي 3 مليارات و500 مليون دولار سنويا. ولكن هذه يعني كاستخدام بصراحة يستخدم في محطات الكهرباء، أكثر المحطاتنا هي سيمبل سايكل اللي هو غاز المنفرد اللي هو كفاءته قليلة، وحاليا اكو خطط كثيرة لتحويله إلى كومباين سايكل اللي هو دورة مركبة ليمكن استفادة منها بشكل أكفأ وأفضل، ما يساوي تقريبا يكون 50% من الوضع الحالي. طبعا هذه كلها تتطلب وقت وتتطلب مال. والمشكلة الأخرى بصراحة أن قطاع الكهرباء بشكل عام والوقود اللي يجهز إلى المحطات صاير عبء ثقيل على الميزانية الدولة. سنويا العراق يصرف ما يقابل أكثر من 13 مليار دولار
هي كلف إنتاج الكهرباء وشراء الغاز والمصاريف الاستثمارية. ولكن بالنتيجة إحنا طبعاً حالياً ربما وضعنا زين، لأنه إحنا عندنا مشكلتين أساسيتين أحب تطرق إليها. هي الزيادة السكانية وزيادة الاشتراك الكهرباء، دائماً عندنا في ازدياد مستمر. ومن جهة أخرى هناك عندنا ظروف جوية شوية صعبة، في الصيف نعاني من الحر ويصير طلب الزائد على الطاقة ونعاني المشاكل، وهكذا الإيران ودول المنطقة. فلهذا عندنا دائما هاي المشكلة تتكرر، طبعا هسه ما نحس بيها لأنه جو زين وطبعا كهرباء متوفر، ولكن من تدخل شهر حزيران وشهر تموز وشهر آب نفس المشاكل اللي سنين الماضية تتكرر بنفس الحجم. طيب ال 13 مليار دولار دكتور خرامي، نعم لو سمحت لي، تركين الكهرباء ازدادوا والتعداد السكاني، النمو السكاني ناخذنا من هذا الاعتبار، وعندنا 13 مليار دولار تثقل موازنة العراق. إذا أسمح لسيد هورامي، خلينا ننتقل لسيد مصطفى بما تفضلت به. وهناك هدر كبير واضح، خصوصا قلت لك واضح. في فصلين تسمعني سيد هورامي. فلهذا الاستثمار الغاز طبعا هو الحل اللي يمكن الأسرع والأسهل. وصلت هاي الفكرة سيد هورامي. خلينا ننتقل أستاذ مصطفى إذا تسمح لي. أستاذ مصطفى، الشراكة أو 13 مليار دولار اللي تثقل الموازنة، هنا نتحدث عن قضية مهمة جدا. هنا الجولة السادسة اللي راح تطلق قريبا لاستكشاف الغاز، هل راح تضع للعراق قدم مهمة في استثمار الغاز؟ راح تغلق بوابة الاستيراد أم ما زال هذا الموضوع أو الحدث مبكرا في الوصول إلى هذه المرحلة؟ حقا هو بدا الموضوع هذا قبل تقريبا سنتين، يعني بدأت الحكومات تفكر بشكل جدي، نفذوا بعض العقود، لكن الآن باتفاق مع توتال أعتقد أن الاستثمار سيكون ضخم في مجال الغاز. احنا كالعراق اقتصاد عراقي موضوع الغاز حتمي بالنسبة لنا وليس اختياري. مثل تفضل ضيفك العزيز، تقريبا 3 مليار ونص دولار الى 4 مليار دولار نحن ندفع للجمهورية الاسلامية مقابل الغاز. هم اساسا حقيقة غير مهتمين كثيرا، لان هم عندهم احتياج كبير للغاز وزيادة سكانية، فالعقد المبرم معانا حسب الطاقة الزائدة عندهم، يعني اذا اكو طاقة زائدة يضخوها لنا، ماكو طاقة وقدروا ممكن يوقفوه. هذه نقطة. النقطة الثانية، في العالم كله السيارات بعد 2011 أصبح بها منظومة غاز منظومة بنزين، بس احنا ما مستغلي منظومة الغاز، أغلب سياراتنا ما نحط بها ما نشكلها منظومة الغاز. إذا امتلكنا الغاز كدولة، طبعا الغاز جدا رخيص في الوقود وما نحتاج، خصوصا هاي داخل المدن اللي هي ما يحتاج سرعة عالية، فممكن جميع السيارات يحطون يشتون منظومة غاز، راح تخفض تكلفة الوقود للنصف. طبعا السيارات تطلع طرق خارجيه غيرها ما ينفع، اكثر من 100 حسب معلومات لازم منظومه بنزين، لكن داخل المدن 80 هي السرعه القصوى، فبالنتيجه ممكن كل السيارات او كثير منها تشد منظومه غاز، هذا ايضا راح يوفر. نقطه رقم 3، 90% الان من المصانع في العالم، صح احنا ما نمتلك صناعه بس قاعد نتطور، احنا طموحنا نمتلك صناعه، نمتلك مصانع في عده مجالات. 90% من المصانع الان اقتصاديها على الغاز وليس على البنزين او على الوقود او حتى على الكهرباء، لا تستخدم طاقه الغاز لاجل اتمام العمليه. فبالنتيجه راح يخدمنا في الكهرباء الخاصه بالدوله، راح يخدمنا في منظومه البنزين ومنظومه السيارات والسياقه، راح يخدمنا في مصانع والعمل في القطاع الخاص والحكومي كذلك اذا اعادت مصانعها. فموضوع الغاز استثمار ناجح، الحكومه متوجهه له واحنا نشيد على ايدها. حتى لو استاذ احمد، حتى لو مو من الموازنه، يعني جولات تراخيص مو من الموازنة، إنما بالآجل ينفذون حقول ضخمة بالآجل ومن خلال العمل نسدد لهم، ماكو مشكلة، بس كون نسرع، لأن احنا كل سنة قاعد ندفع مبالغ ضخمة وحاجتنا قاعد تزيد. وطبعا إذا امتلكنا الغاز قد نلتجئ إلى بعض المحطات الكهربائية الجديدة على الغاز، أما الآن هي متوقفة، أي محطة جديدة نريد ننفذها ننفذها عن طريق على الوقود، الوقود الحراري. فبالنتيجة لا، إذا صار عندنا غاز ممكن ننفذ محطات جديدة كهربائية على الغاز وهي أرخص بكثير. شوف حضرتك ليش احنا الكهرباء طيب. لو نروح السيمنز، لو نروح يعني جنرال هم ما تقبل تنفذ النواي، لان ذولا متخصصين بهذا النوع اللي هي المحطات الحراريه. فبالنتيجه احنا محتاجين وقود بهذا النوع.
إذا امتلكنا غاز كثير من الشركات بالعالم تنفذ معطاته أرخص بكثير، أعتقد أن الفرصة متاحة جدا. طيب. لأن جولات التراخيص الآن أرخص بنصف التكلفة عن السنة اللي قبل سنة ونصف عندما لم تكن هناك أزمة في أوكرانيا وروسيا. طيب سيد هرامي، نتحدث عن المسافة الزمنية والمدة الفعلية لوقوف العراق عند عتبة المرحلة الصفرية في الحرق الروتيني للغاز المصاحب للاستخراج. نعم طبعا، احنا تنويع المصادر الطاقة او بالاخص تنويع مصادر الوقود هو من اهم الاستراتيجي مفروض احنا نركز عليه. ماكو دولة في الدنيا انه فقط يعتمد على الغاز او غيره، هناك تنويع في المصادر. هسه الدول الجوار كلها صحيح انها تمتلك غاز وتستخدم غاز لصناعة الكهرباء، لكن بنسبة محددة. حتى الدول الأوروبية لحد الآن استخدامها للغاز ما يتجاوز 30%، لديهم محطات أخرى هي الطاقة الشمسية والطاقة الرياح والمحطات النووية. إيران نفسها دولة كبيرة وهي دولة مصدرة للنفط والغاز، ولكنها لديها محطة بوشهر ولديها محطات أخرى هي تطوير الطاقة النووية. تركيا بدأت، وأردن دولة فقيرة، والإمارات. فإحنا كاستراتيجي بصراحة مفروض الحكومة تعمل بهذا الاتجاه، لأنه المحطة الكهروزرية أو النووية تنتج يعني وحدة واحدة تنتج لك 1200 ميجاوات 1300 ميجاوات حالياً. فإحنا لازم نتجه إلى هذه، لأنه وحدها الوقود الأحفوري بشكل عام سواء كان وقود السائل أو وقود الغازي هي أصلاً حرقها هو ليس صديق في البيئة حتى في المحطات الكهرباء. مفروض إحنا نستثمر للصناعات البتروكيماوية. تعرف اليوم يعني كل استخدامات من المنزلية ومن الملابس وغيرها هي من النفط ومن الغاز. مفروض هذا كاستراتيج احنا كما تفضل الاخ انه احنا الحرامات نحرق، حتى حرق البنزين والوقود السائل والغاز حاليا دول العالم يريد يتوقف عنها، عنده سقف زمني لازم يتوقف عنها. حتى سيارات مفروض تتحول الى الكهرباء، والكهرباء اصلا مفروض يتولد من الطاقة النظيفة. ولكن حاليا احنا في هالحالة حاليا اكثر احنا في اقليم كردستان حاليا اكثر من 85% انتاج يعني الطاقة اللي نولدها نعتمد على الغاز الطبيعي، بمعنى نحرق الغاز الطبيعي. والطاقة الشمسية لا زالت عندنا في مراحلها البدائية. ولكن فلهذا التنويع المصادر مختلفة فهو شيء جدا ضروري، حتى ليس نعتمد على المصدر واحد. والمصدر البتروكيماويات بشكل عام أو الهيدروكربون ممكن توظيفه في المعامل، ممكن شغل أيدي العاملة، ممكن يكون إنتاجنا يتجه نحو الأفضل. ولكن في هذه المرحلة لا مفر منه، لازم نستغل الغاز اللي نحرقه. طيب. من أجل لا شيء. طيب. ونحصل من وراء شيء. إذا ما استغلينا هذا الغاز محطات. سيد هرامي، في نتساءل هنا أستاذ مصطفى، كم سيضيف جمع الغاز إلى خزينة الدولة العراقية، خاصة وأن المبالغ اللي كانت تستورد بها كميات الغاز هي مبالغ كبيرة؟ كمرحلة أولى إذا وقفنا استيراد الغاز ما يقل عن 5 مليار دولار. كمرحلة ثانية إذا دخلنا الغاز في منظومة السيارات ومنظومات أخرى كالمصانع وغيرها من الأمور لا يقل عن 15 إلى 20 مليار دولار. كمرحلة ثالثة أصبحنا بلد مصدر للغاز، لن يقل إيراد الغاز الدولة العراقية عن 40 مليار دولار سنويا، لأن احنا عندنا كميات كبيرة جدا. يعني مو بس احنا نكتفي، نقدر نصدر، وسوق الغاز في العالم حقيقة مرغوب جدا. طيب والشراكة أستاذ مصطفى مع الشركات العالمية المتخصصة راح تسرع من جهود العراق في استثمار الغاز؟ طبعا احنا ما نمتلك هاي التكنولوجيا، احنا نمتلك الغاز، لكن تكنولوجيا استخراج الغاز وعملية نقله بالبايبات وغيرها ما نمتلك هاي التكنولوجيا، تمتلكها الشركات العالمية. احنا اسد تقول لي نفكر احنا ونقعد نحفر احنا وشركه حفر الباطن تشتغل،
اي بس هذا موضوع بطيء جدا ومكلف وراح يتطلب تدريب كوادر وصرف ملايين الدولارات. لا اكو عقد قريب مع توتال الفرنسيه بهذا الغرض، يعني هذا الموضوع راح يكون مجدي. نعم راح يكون مجدي هذا الموضوع. سيد هرام تفضل. توتال الفرنسيه من افضل الشركات واعتقد بدايه ستكون موفقه، وقد يكون بداية لدخول الشركات المختصة بالغاز بعد أن يروا نجاح توتال الفرنسية في العراق. نعم سيد هرامي في كلمة أخيرة حول توتال الفرنسية وتوقيع عقد قريب، كم راح تكون السرعة في استثمار هذا المشروع؟ طبعا احنا كدولة تعاملنا مع توتال الفرنسية وغيرها من الشركات العالمية الضخمة في مجال الغاز والنفط. نعم. وشركات السيمنز والجي اي وغيرها تعاملنا هو ترى جدا قديم، وفي كل الكابينات الوزارية وتجدد العقود ومذكرات التفاهم، ولكن عندما نجي للواقع في حقل الواقع يعني ليس هناك جو أمني مستقر ولا ظروف اقتصادية وأمنية يكون مهيئة حتى تعمل هذه الشركات. كما تعرف لمعلوماتكم كل الشركات العالمية لديها أصحاب ولديها شركاء عراقيين ومهندسين عراقيين يعملون في الحقل، ولكن هناك معوقات، هناك مسائل ربما أمنية مرات سياسية تعرقل أو تباطئ شغل هذه الشركات، وهذا نعم. هو السبب. نعم سيد هرام. وإنما إحنا تعاملنا مع الشركات العالمية ترى جداً قديم، يعني والعقود موجودة وذكرات التفاهم موجودة، نعم. ولكن في الحقل هناك مضايقات أمنية، هناك فساد مستشري. نعم. إحنا هذه أيضا مساراتها واضحة للحلول في حسن الإدارة والقضاء على الفساد الإداري. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد هرامي خبير الطاقة من أربيل، حدثتنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى، والشكر لجنابك رسالة مصطفى أكرم حنتوش الخبير الاقتصادي. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.